مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 13 الخاص للبكار اللي جاية من مسافة 5 كيلومترات نسير، مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية ومع أول الأسماء، نبدأ مع الصدارة. هنا انجود لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية يتقدم مع أول الأسماء وأول التحديات، يقدم لنا انجود. ثاني المراكز وصلت هنا ليالي، هجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا ليالي مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت هنا صواب لهجن أم الزبار، عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت هنا صدمة، هجن أم الزبار، سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري ينطلق مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت راهية لهجن الرياسة، سعيد بن مظفر بن خموشة العامري مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ونعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى أول المراكز. هناك انجود لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية المشاقب يتقدم مع أول الأسماء، يقدم لنا انجود. ثاني المراكز وثاني التحديات ليالي، من الجانب الآخر لهجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصلت هنا صواب، هجن أم الزبار، عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري المحنك يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت القادمة والمنطلقة هنا قرطبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة وسعد بن محمد الصافية، وصل السريع يتقدم مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت المنطلقة والمندفعة صدمة، هجن أم الزبار، سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء لهذه الخمس المراكز المتقدمة، ولكن هناك أسماء وشعارات في الخلف لم يحموا عد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة. ونعود إلى البداية ونعود إلى الصدارة، قرطبة غيرت إلى المقدمة وإلى أول المراكز لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة وسعد بن محمد آل صافية. السريع هنا يتقدم مع قرطبة مع أول الأسماء وأول التحديات. ثاني المراكز غادما جود هجن الشحانية، المشاقب محمد بن خالد العطية مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز غادما ليالي، هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع ثالث الأسماء. رابع المراكز صواب، هجن أم الزبار، المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، وخامس المراكز وصلت صدمة، هجن أم الزبار، سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري مع خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن أرى الكوكبة التي في الخلف بدأت بالاقتراب، أرى الأسماء والشعارات بدأت بالانطلاق، ولكن أعود إلى الصدارة، إلى البداية، قرطبة مع البداية مع أول الأسماء لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. هنا سعد بن محمد الصافية في عملية التضمير مع قرطبة مع أول الأسماء وأول التحديات. ليالي ثانيا، هجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصلت نجود، هجن الشحانية، المشاق محمد بن خالد العطية. رابع المراكز وصلت صواب، هجن أم الزبار، عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، وخامس الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة وصلت صدمة، هجن أم الزبار، سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم، وأيضا وصلت القادمة. هنا نوارة لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم مع خامس المراكز، ولكن قرطبة مع البداية، قرطبة مع الصدارة، تنطلق هنا بشعار سمو
الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة سعد بن محمد آل صافية يتقدم مع أول إلى أسماء وأول المراكز، ثاني الشعارات وصلت القادمة ليالي هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ثالث المراكز وصلت القادمة والمنطلقة والمندفعة هنا نوارة نوارة قادمة نوارة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، ورابع الأسماء المتقدمة عدالة هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع، وخامس المراكز القادمة والمنطلقة صدمة هجن أم الزبار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم. ولكن أعود إلى البداية، غرطبة مع المقدمة تنطلق بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة سعد بن محمد آل صافية، ولكن هجن الشحانية بدأ تقدم مع نوارة هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، وأيضا هناك عدالة هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع، وقرطبة تحركت من الجانب الآخر لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة سعد بن محمد آل صافية. هجن الشحانية قادمة ومنطلقة مع سجة وجابر بن سالم بن فاران، ولكن أعود إلى الصدارة إلى البداية، هناك عدالة هجن الشحانية وقرطبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. اللحظات الأخيرة هنا المنطلقة عدالة قرطبة، اللحظات الأخيرة هجن الشحانية، هجن الشحانية مع الصدارة تقدم لنا عدالة وفاران بن محمد بن حمد بن قريع. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لهجن الشحانية على فوز عدالة، ونهني فاران بن محمد بن حمد بن قريع. ثاني المراكز وصلت هنا قرطبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة سعد بن محمد آل صافية، ثالث المراكز وصلت هنا نوارة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، ورابع المراكز وصلت سجة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فران، وخامس المراكز وصلت زعفرانة هجن الرياسة، أو هنا وصلت القحيدية هجن أم الزبار زيد بن محسن بن نديلة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لهجن الشحانية. والتوقيت الزمني 7:32:33. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، ونهني فرام بن محمد بن حمد بن قريع. ثاني المراكز وصلت قرطبة لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، والتوقيت الزمني 7:33:40. ونهني سعد بن محمد آل صافية، ثالث المراكز وصلت فيه هنا نوارة لهجن الشحانية 7:35:70. تهنى ناموس لهجن الشحانية، ونهني جار الله بن محمد بن عقيل. فتهانينا والناموس للجميع. إذن باسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل ومنك يا الله نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم نجدد بكم اللقاء والترحيب من هنا من على أرضية ميدان التحدي وفي انطلاقات سن اللقاية.